السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات شركة آفاق التعليمية الصف الثاني المتوسط في مادة الرياضيات. درسنا اليوم نظرية فيثاغورس. فيثاغورس في المثلث قائم الزاوية يا شباب، الساقان هما الضلعان اللذان يشكلان الزاوية القائمة كما مبين بالشكل. الزاوية القائمة هي يا شباب، أما الوتر هو الضلع المقابل للزاوية القائمة. يبقى ده كده تقسيم الايه؟ المثلث قائم الزاويه. لاحظ الاشكال التاليه. لو انا عندي الاشكال دي، المساحه هنا 1 سنتيمتر مربع، المساحه هنا نص سنتيمتر مربع، المساحه هنا 1 سنتيمتر مربع. طيب ايه اللي انا استفدته؟ هستفيد دلوقتي في مثلث قائم الزاويه مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طولي ساقيه. يعني بمعنى اصح إن عين تربيع اللي هو الوتر بيساوي س تربيع زائد ص تربيع، ومنها نستنتج إن س تربيع بيساوي عين تربيع ناقص ص تربيع، أو ص تربيع بتساوي عين تربيع ناقص س تربيع. بمعنى أصح لو طلب مني الوتر أربع الضلعين وأجمع، أما لو طلب مني ضلع أربع الضلعين واطرح، بس طبعا بحط الوتر في الاول. مساحة المربع الاخضر 1 سنتيمتر، الازرق 1 سنتيمتر تربيع، 2 سنتيمتر تربيع. ما العلاقة بين مساحات المربعات الثلاثة على كل مثلث يا شباب؟ مساحة المربع الاصفر بتساوي مساحة المربع الاخضر زائد الازرق. طب مربع الوتر مربع الساق زائد مربع الساق، وده يسمى بفيثاغورس. تعال نشوف معايا تطبيق حي على نظرية فيثاغورس. اوجد عين تربيع، هربع السين تربيع وربع الصاد تربيع واجمع، يبقى عين تربيع بتساوي سين تربيع اللي هي 4 تربيع زائد 3 تربيع، 16 زائد 9 25. اعمل ايه؟ فعلا اخد الجذر يبقى موجب او سالب 5، يبقى عين بتساوي 5 لاني بستغني عن النتيجة السالبة لان مفيش اطوال بالسالب. طيب لو انا عندي هنا س تربيع بتساوي عين تربيع ناقص ص تربيع، عين تربيع بتساوي 10 تربيع ناقص 6 تربيع، يعني 100 ناقص 36، يعني عين تربيع بتساوي 64. باخذ الجذر يبقى موجب او سالب 8، استغني عن السالب يبقى ايه؟ اخذ 8. طيب اوجد طول الضلع المجهول ج، ده وتر. سمعتك يا اللي بتقول ربع واجمع، اربع ال 18 واربع ال 24 بالاله الحاسبه، 18 في 18 ب 324، و 24 في 24 576، مجموعهم 900. سمعتك وانت بتقول بالجذر التربيعي للطرفين، نستغني عن الاس السالب، يبقى 30 هي النتيجه واستغني عن سالب 30. اوجد طول المجهول، الضلع المجهول. الضلع ده يا شباب ده ضلع عادي وليس وتر، ربع ايوه واطرح، ممتاز. بقى تربيع بتساوي 8 تربيع اللي هو الوتر ناقص 3 تربيع، يبقى 64 ناقص 9 55، ايوه باخذ الجذر التربيعي بارك الله فيك، بقى بتساوي 7.4 سنتيمتر، نستغني عن السالب. اوجد طول الضلع المجهول. الضلع المجهول ده يا شباب ده الوتر، يبقى ده ضلع عادي ربع واطرح، 20 تربيع ناقص 17 تربيع، يعني 400 ناقص 289، 111. بأخذ الجذر التربيعي للطرفين موجب أو سالب 10.5، نستغني عن السالب، إذن النتيجة 10.5. اوجد طول الضلع المجهول لكل مثلث مما يأتي وقرب الإجابة إلى أقرب عشر إذا لزم الأمر. أنا طالب عندي المطلوب عندي وتر أربع وأجمع 16 تربيع زائد 12 تربيع، 256 زائد 144 400، بأخذ الجذر التربيعي موجب أو سالب 20، لأن هستغني عن السالب فهتبقى النتيجة طول الضلع 20 سنتي. سعدنا بحضوركم وعلى أمل اللقاء بكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.